يا اهلا وسهلا وحيا الله كل اللي يشوفونا على قناه روتانا الخليجيه في حلقه جديده من برنامجكم اليومي، برنامج ساعه شباب. بنستانس معكم وبنسالف ان شاء الله. امسي عليكم بالخير واكيد علم يا غالب. اكيد مساء النور عليك تراد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا الخليجيه في بدايه حلقه جديده ومميزه من برنامجكم اليومي ساعه شباب، اللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتجدده والمتميزه. واكيد اقول لكم اليوم خميس وما لنا خلق نزعل ابدا، يعني ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب. حقيقه في امور كثير حنتناقش فيها ونتكلم فيها، ولكن ان شاء الله مبدئيا عندنا يعني موضوع اليوم، ويعني من احد المواضيع اللي حقيقي سوت مشكله في اخر فتره للسوشيال ميديا. اول حاجه سؤالنا، ابغى تطرح السؤال لما اول شيء عشان الواحد يقدر يتكلم في الموضوع كده بأريحية. أكيد طبعا تراد، سؤالنا اليوم هو ظاهرة اجتماعية مؤخرا كثير من مشاهير السوشيال ميديا قاعدين يستغلوا هذا الموضوع، وهو عن كيف تنظر للأشخاص اللي يعلنون عن تقديم الهدايا في حساباتهم الخاصة. ومؤخرا صرنا بنشوف أنه عدد كبير من المتابعين بيصدقوا المشاهير اللي بيعلنوا عن هدايا لحساباتهم الخاصة، صحيح تراد ولا طبعا لا؟ طبعا، يعني وهذا هذا الهاشتاج نزل، هاشتاج تبليك يعني لمشاهير الايفون تحديدا، لانه الناس خلاص ما عاد صارت تنطلع عليهم هذه الخدع وهذه الامور اللي بنشوفها مؤخرا. صار اي احد يبغى ينشهر بيعطي ايفونات او يهدي ايفونات لاي احد كان، فهذه مشكله بحد ذاتها. اكيد طبعا المصيبه انه الناس اللي بيتابعوا هؤلاء المشاهير بيصدقوا على طول، بيبداوا بالتسجيل والارسال على كل اللسته اللي عندكم. في النهاية ترى ما في أي مصداقية لهذا الموضوع أبدا، يعني توقع في إنستغرام بتكون الهدايا أو السحب على الهدايا قدام الناس واضح، ما في شيء بيروح، كل شيء موجود، بس على سناب شات تحديدا بيكون ما في مصداقية أبدا، لأنه سناب شات ما بيرسل كل الرسائل صحيح اللي بتجي من الناس. المشكلة الناس بتصدق. عموما احنا حنتناقش هذا الموضوع، نشوف ردودكم بعد ما نعرف رأيكم. السؤال اللي سألناه، كيف تنظر للأشخاص اللي بيعلنوا عن تقديم هدايا في حساباتهم الخاصة، إيش نظرتكم لهم من خلال هذه التغريدات ومشاركاتكم؟ خلونا نروح نشوف أول الردود. مع خيرية تقول أنا صراحة أشوف أنه ما عندهم أي هدف إلا زيادة متابعين، والمشكلة اللي ينشرون لهم يحسبون نفسهم راح يفوزوا معاهم. الله عليك يا خيرية، فيها من الآخر، وهذه مشكلة. وحقيقي بعض الناس كذا وكثير طبعا. طيب عندنا أيضا غادة الشهر تقول أنا حشوفهم بكل مكان بالسوشيال ميديا، لكن بعضهم يقدم هدايا لهدف الشهرة وأكيد كم لايك، ونظرتي لهم كذا سلبية 100%. حلو يا غادة. ونروح لمين معانا كمان؟ موني تقول يا كثرهم صاروا هذه الأيام. أوكي أنا أسوي لهم بلوك، بس الإزعاج في الموضوع الناس اللي تيجي تنشر لهم، بسألهم بكامل قواكم العقلية أنتوا، يعني هم صراحة بكامل قواهم العقلية، شيء غريب صراحة. العيب والغلط مو عليهم، على اللي قال لهم انشروا حسابي ولكم هدية. لا صح، واللي يتحمس مع أي فكرة كمان، يعني أنا ألوم الاثنين. عندنا مين كمان غير موني؟ لينا حاتم تقول شهرة رخيصة بالعربي فقاعة، هم عارفين والناس أيضا عارفة أنهم بلا قيمة حقيقية، لذا يلجؤون لكسب الشهرة بالمسابقات الربحية، والضحية هو المتابع. حلو يا لينا، وجهة نظر. نروح لأيميدو. أيميدو تقول أنا أشوفهم إزعاج يمشي على الأرض، وما يبغى لهم إلا البلوك عشان يهجدوا. وخميسكم وناسة، وأكيد خميسك وناسة يا أيميدو. شكرا لك أيميدو. مزونة زهران تقول أنظر لهم بنظرة سلبية وأقول لهم حطوا هذه الفلوس اللي تصرفونها بأشياء تنفعكم أو وقت الحاجة ويسعد مساكم. ادخارية مزون، واضح. أي والله مر ركات. واضح مزون. أيه. نروح لمين معانا بعد؟ مزون همسة براءة تقول نوعين، اللي ينشر بس يتباهى وناس يقولون واو عنه، ينشر بكل نية من قلبه وينشر في حسابه علشان تقدير ذا الشخص اللي أهداه من الداخل. ممكن هي وجهة نظر فعلا. عائشة العامر، أنتم من جدكم مصدقينهم؟ نصهم يكذبون إلا ما شاء ربي، ما أبغى أظلم أحد بس ربي أزعجونا، ونظرتي لهم إنهم مزعجين وبقوة، ويسعد مساكم ومساكي يا عائشة. أهلا وسهلا. ايش رايك بالموضوع؟ ما بعدهم كلام صراحه. فكر تسوي مسابقه يعني على سناب شات؟ لا والله ولا عمري انا فكرت فيها، لانه كنت انتقد من يوم ما شفت، لانه كانوا يضايقوني الناس يرسلوا لي حسابات. طب انا يعني بالله منطقيا انا يوم اتابع الشخص اللي بيعطيني ايفون
اوكي حتابعه لفتره معينه حاخذ الايفون وتنتهي المسابقه حامل انفولو، ايش الفكره؟ حقيقي ايش فكره انك انت تتابعه او تعمل المسابقه هذه الا اذا كان عندك ماده او محتوى، ولا هي تبي تحس احساس الشهره لشيء لوقت معين وبعد كده خلاص؟ حقيقي للاسف الفتره الاخيره صرنا بنشوف مشاهير كثير بيعملوا هذه المسابقات لغرض زياده عدد الفولورز على سناب شات، عشان بس يخلوا عندهم عدد كبير، وفي النهايه لا بيكون في محتوى ولا بيكون في من الاساس هدايا. يا جماعه ترى انا بفكر، طب اذا انتم ارسلتوا وجاء عنده انه والله الناس ارسلوا في الدايركت، طب كيف يسوي السحب؟ ابى افهم حقيقي، ماني فاهمه كيف يدخل على حساب واحد من جوالين عشان يصور سحب. ماني قادره استوعب الفكره وماني قادره اصدقها. وانتم يا جماعه يعني في النهايه انتم اللي بينضحك عليكم مو احد ثاني ابدا. وازعاج لينا بيكون حقيقي لما يجيني في اليوم نفس الشخص يرسل حساب احد ناشر هديه ايفون ولا هديه جوال ولا هديه اي هديه ممكن تكون، يرسلوا 10 تحت بعض يعني نحن نفتح الدايركت عشان نبي نشوف الناس ايش بتكتب لنا، الناس بتسال عننا بيكلمونا، نلاقي في الدايركت كلام صراحه كله نفس الحساب، ايش تسوي؟ والله شوفي في ناس، عشان نكون كمان منصفين، في ناس يا جماعه الخير يعني عملوا هذه المسابقه، مسابقات الايفون على الانستغرام. انستغرام تقدر انك انت تحط صور وتنزلها بحسب الطلب المعلن، وبعد كده تفر الانستغرام وتشوف، والمفروض انه كل فتره تعمل سحب جديد، لانه اللي نزل الصوره الان غير اللي نزلها امس او قبل امس، فحتفرق مثلا. صحيح. هذه كان يسويها كثير من الناس على الفم. دائما انا احب اسوي المسابقات على انستغرام. ليش؟ سويت مسابقه زمان على انستغرام، في تاج الناس اذا بيحطوا الصوره او نفس الصوره اللي عندي هيعملوا لي تاج، فحتكون موجوده عندي بالتاج، في كومنتس، في لايك، في يعني ما بتروح ابدا، بتكون موجوده على طول، حتى لو كان قبل شهر وقبل شهرين الكومنت بتكون موجوده، يعني ما حيضيع حق احد، وما بيكون في النهايه في اي غش المسابقه. صحيح، هذا في انصاف اكثر، عشان كذا نفكر بعقلانيه اكثر. نكمل مع بعض باقي ردود. عائشه العامر دوبنا ذكرنا عائشه تقول المهاوي والله اشوف انهم مسببين لنا قلق وازعاج، ولو يقفلوا حساباتهم ارحم، مساكم ابتسامه وتفاؤل. شكرا لك يا مهاوي. اكيد يا مهاوي. ونروح لتوتا تقول ما هي الا مداعبه لمشاعر المراهقين والاطفال الباحثين عن الاحلام لن تتحقق. توتا الله عليك. شوي عليهم، قصت بجبهات مره. ريهام تقول كم مره اشارك معاهم ما افوز، احسها كذب او غش او تدليس للشخص الضعيف اللي يشارك ويتعب نفسه. هاشتاج تبليك مشاهير الايفون. الله عليك، يا حرام يا حرام، حزنتيني يا ريهام. دينا الطريق تقول مساء الخير للجميع، انا اشوف انهم يسوقوا للمنتج بتقديم هدايا للمتابعين، يعني زي المحلات اللي في الافتتاح تقدم هدايا من نفس المحل. ممكن. عندنا اروى تقول البعض ما عنده محتوى ويلهث وراء وباء زياده الفولورز ومسابقات بمسابقات تسويقيه وهدايا كذبيه على متابعيه، يطلع على حسابهم لمصالحه الشخصيه. صحيح، هذا اللي ذكرناه في البدايه. ساره بنت فهد تقول ناس معدومي الثقه، الفراغ العقلي والعملي اللي بحياتهم ادى للمسابقات الغبيه. يا سلام. هذه الود ودي معاقبتهم لانه فعلا مزعجين، اذيه بمعنى الكلمه. اخر رد معنا من ريم تقول لمزعجين، يحسسك انك محتاج، يطلب منك تتابع فلان وعلان وعلى عشان تفوز وعلاكين اللبان عشان تفوز. اشوف انه الغلط على المشاركين اللي شجعوهم. طيب عشان نكون يعني احنا قلنا انه في شقين، في الشخص اللي بيطلب وفي الاشخاص اللي بينفذوا هذا الطلب كمتابعين. احنا اللوم الاثنين، اذا ما كان عندك ماده واذا ما كان عندك محتوى واذا ما كان عندك حاجه يعني تقولها للناس تفيدهم، لا تسوي هذه المسابقات الا اذا كان في بالك انت يعني زي ما قلنا تبي تجرب هذا الاحساس. ثاني حاجه، انتم كمتابعين يا اخي حكموا عقولكم، وفي مسابقات فعلا تستحق انكم انتم تشاركوا فيها، مسابقات ما هي ليس مجرد هي انشر لي حسابي عشان تفوز. احنا كمان لا نكون تبع، لا نكون امعه، مع الخير يا شقره، ان كنتم كذلك فاني معكم. خلوكم شويه واعيين
ولا تعطوا الواحد يعني أكيد أكبر من حجمه. أكيد أوقات. طبعا ترادو، نحن طرحنا السؤال اليوم وكان ترند في تويتر عشان نوعي هؤلاء الأشخاص المتابعين للناس المشاهير عشان لا يجي في يوم في حياتهم يلاحظوا أنهم استغلوا أو صار لهم غش أو انخدع عليهم في النهاية، أو بيقولوا والله في بعض الأشخاص ما يفوزوا في مسابقات يقولوا إحنا منحوسين أو حظنا مو حلو عشان كذا ما فزنا. في النهاية لا، هو مو حظكم أبدا، هو كان في غش وتلاعب في بعض هذه المسابقات اللي بتكون على سناب شات، فانتبهوا يا جماعة الخير في النهاية عشان لا ينضحك عليكم. احنا دائما نعيش ونشوف وننوه وننبه وان شاء الله نتعلم، وكثير منهم اللي تعلموا وقالوا بكل صراحة احنا فعلا انخدعنا، واهم شيء انهم اتعلموا. بعد الفاصل عندنا الكثير حنتناقش فيه، فقرات راح نستمتع فيها من الفقرات هي عالم السيارات وغيرها من الفقرات. اهم شيء جاهزة يا رمي؟ جاهزة. لازم ننطلق انطلاقة السيارات. اكيد طبعا. يلا.